بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. والنهاردة حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي في قناتكم قناة النادي الأهلي. النهاردة هتكون مختلفة شوية، هيكون لقاء ودي بين النادي الأهلي ومصر للتأمين في إطار استعدادات النادي الأهلي للقاء الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وإن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين هيتلعب مباراة الذهاب يوم 19 يونيو بملعب رادس، والعودة إن شاء الله هتكون بالقاهرة يوم 26 يونيو. طبعا إحنا آخر مرة كنا مع حضراتكم فيها كانت كالعادة أفراح النادي الأهلي المستمرة، وكانت الأفراح آخر مرة كانت علشان حصول النادي الأهلي على السوبر الأفريقي بالفوز على نهضة بركان بهدفين نظيفين، وتوج النادي الأهلي باللقب السوبر السابع في تاريخه، وبيزيد الفجوة مع أقرب منافس ليه لثلاث ألقاب، لأن الأهلي حضرتك في حتة تانية خالص. أفراح النادي الأهلي المستمرة في كل الألعاب شفناها مبارح، يعني مش عايز أقول من أجمل وأحلى مباريات كرة الطايرة في الفترة الأخيرة، لما توج النادي الأهلي بلقب دوري كرة الطائرة للموسم الرابع على التوالي بعد اكتساح نادي الزمالك في قمة البطولة أمس بثلاثة أشواط نظيفة، ودي نفس نتيجة الدور الأولاني، وتم تتويج الأهلي بالبطولة وسط فرحة كبيرة لهذا الجيل والرجالة اللي أمتعونا امبارح وعملوا موسم هايل السنة دي. والجيل ده بيمثل علامة بارزة في تاريخ الكرة الطايرة المصرية والإفريقية، بنقول لهم مبروك ودايما مفرحين الأهلاوية، ومن انتصار لانتصار، وزي اللي حصل في كرة القدم بيحصل في كل الألعاب في النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي مش في كرة القدم بس، النادي الأهلي منظومة كبيرة جدا 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 على مدار التاريخ، مش وليد الصدفة ولا وليد أمس، لا طول عمر النادي الأهلي كده. وطول عمر النادي الأهلي مش كرة وبس، لا النادي الأهلي كل الألعاب، وزي ما شفنا امبارح عمت الأفراح. لكن الأفراح عندنا بقى، وده الفرق بيننا وبين أي نادي تاني مع احترامي لجميع الأندية، شوفوا احنا عندنا يعني مفيش فرق أو في منافسة بيننا وبين أي حد تاني، الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نستمر كده لحد الآخر بإذن الله رب العالمين. إنما الفرحة عندنا وقتها قد كده، الفرحة وقتها قد كده، إنما سقف الطموح ملوش حدود في النادي الأهلي، ملوش وقت، ملوش حدود خالص فعلا، يعني مفيش سقف للطموح عندنا في النادي الأهلي. النادي الأهلي يفرح النهاردة، يعني بتوع الكرة الطايرة، لعيبة الكرة الطايرة، رجالة الكرة الطايرة امبارح فرحوا امبارح، بيبصوا بقى على اللي بعد كده، هم رايحين يستعدوا بعد كده لبطولة كاس مصر، علشان بطولة كاس مصر يضمها للدوري، يجمع بين الاثنين، يجمع بين اللقبين، وهم قادرين ان شاء الله على كده، لان هم الابرز والافضل على الساحة. جيل علامة فعلا بارزة، وان شاء الله نبارك لهم ببطولة الكاس لانهم يستحقوها عن جدارة. انا اتفرجت على ماتش امبارح كنت مستمتع اخر استمتاع، وشفنا الشوط الرابع مش عايز اقول بقى اكتساح ودرس، لدرجه بقى ان هي يعني حصل دلع شويه في الاخر، وقال لك ايه، طب معلش المنافس يقرب منا شويه، حرام يعني مش معقول يبقى الفرق كده، واتدلعوا، بس لما حبوا ينهوا نهوا، وكان يعني مش عايز اقول ان الماتش كانه وان سايد جيم، ولكن باذن الله ان شاء الله يجيبوا لنا كاس مصر ونفرح تاني برجاله الكره الطايره. عايز اكلم حضراتكم على حاجه، احنا كل اسبوع